بهذا الطريق وبهذا النفس سنمضي، سنمضي لبناء جزائر قوية، جزائر راشدة، شعب عظيم، مجتمع راشد. سنمضي لنجعل من هذه البلاد بإذن الله كل الأحرار سيجعلون منها جنة على الأرض. بعد سنوات سيهاجر آخرين عندنا ولسنا نحن الذين نهرب من بلادنا. بعد سنوات أعدكم أن يكون الأوروبيين يطرقون أبوابنا لكي يأتوا للجزائر بإذن الله. ولا تظنوا أن في هذا مبالغ، فاليوم كثير من الأوروبيين يشتغلون في تركيا، بينما قبل 20 سنة كانت تركيا لا تساوي شيء. واليوم كثير من الأوروبيين يشتغلون في ماليزيا، وقبل 20 أو 35 سنة لم تكن تساوي شيء. واليوم كثير من الأوروبيين والأمريكيين يشتغلون في سنغافورة، وقبل 50 سنة كانت أبشع مما هي الجزائر اليوم. إخواني، هذا النفس، هذا الوضع، هذا الوعي يجب أن يستمر، يجب أن يستمر. احذروا، احذروا ممن يجلبكم إلى الهوامش، إلى صراعات خلفية، إلى أي شيء. احذروا، نحن شعب واحد، كلنا إخوة، لا أحد يزيد عن أحد بشيء، لا أحد يزيد عن أحد بشيء. وحب الوطن يحمله الجميع، جميع الأحرار يحملونه. نحن نعرف أن هناك خونة، هناك قذرون، وهناك متنطعون، وهناك متشددون، وهناك عنصريون، في كل المجتمعات يوجد ذلك. لكن الأغلبية الغالبة شاوي، مزابي، عربي، قبيلي، تركي، كلنا واحد، كلنا واحد، شعب واحد، ولن يفرقوننا أبدا بإذن الله. نحن اليوم مرة أخرى الجيش جيشنا، والشرطة والضرب إخوتنا، والسلمية ثم السلمية. وامضوا على بركة الله.